أهلا بكم. نبدأ بالحديث عن الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية وإدخال المزيد من المساعدات لغزة. ينضم إلينا من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أيمن، حدثنا في البداية عن الجهود المصرية المبذولة لإدخال مزيد من المساعدات لقطاع غزة، وما آخر الاستعدادات في معبر رفح لاستقبال شاحنات المساعدات؟ مارينا، الجهود المصرية لم تتوقف منذ 6 أشهر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 33 ألف شهيد وأصيب ما يزيد عن 75 ألف مصاب حتى الآن. منذ الصباح نتابع يعني التسهيلات التي تقدم هنا من معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. أكثر من 220 شاحنة حتى الآن تمكنوا من العبور إلى منهم من اتجه إلى معبر أو منفذ كرم أبو سالم، ومنهم من تمكن من التوجه إلى منفذ العوجة. بإجمالي يعني هؤلاء الشاحنات تتضمن يعني حوالي 128 شاحنة فقط من المعاونات التي تمكنت من الوصول إلى قطاع غزة، وإن كانت لا تكفي بشكل كامل، ولكن كل هذا يعني يخضع أيضا لعملية العرقلة من الجانب الآخر، من الجانب الإسرائيلي الذي يعرقل وصول الشاحنات إلى يعني قطاع غزة. شاهدنا ونشاهد يوميا اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح التي تصطف يمينا ويسارا حتى يعني يسمح لها بالدخول إلى الجانب الآخر ل يعني إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. مصر على مدار الفترات السابقة تمكنت من إدخال ما يزيد عن 10,000 يعني أو 10,000 طن من المواد أو المستلزمات الطبية التي بطبيعة الحال تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أو المصابين وأيضا المواطن الفلسطيني الذي يعاني من جراء الحرب المستمرة التي لم تتوقف لما يزيد عن 180 يوما حتى الآن، بالإضافة أيضا للمواد الغذائية التي يعني اقتربت من 130 ألف طن حتى الآن. تمكنت مصر من إدخال هذه المساعدات بطبيعة الحال تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطن الفلسطيني الذي يحتاج بشكل كبير إلى هذه المواد الغذائية التي يعني بطبيعة الحال تساهم في بقائه حيا في ظل الحصار المستمر. إذن أيمن، هذه نقطة هامة، لو لك أن ترصد لنا ما طبيعة المساعدات المقدمة من مصر للقطاع من خلال مشاهداتك ورصدك بشكل مفصل. مارينا، مصر وحدها تمكنت من إرسال 87% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى أو تصل إلى قطاع غزة منذ اندلاع هذه الأزمة، وهذا إن كان له دلالة، وهي دلالة كبيرة على الجهود المصرية الكبيرة سواء من الدولة المصرية أو المجتمع المدني الذي يشارك بشكل كبير في يعني دعم بالمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الفلسطيني في محنته الحالية، وهذا أيضا بالإضافة يعني لتخصيص مطار العريش كما نعلم لاستقبال المساعدات الإنسانية والمساعدات التي تتدفق من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص ميناء العريش لاستقبال السفن المحملة بالمساعدات، وكان آخرها سفينة تركية منذ عدة أيام. كل هذا يعكس يعني بالتأكيد الجهود المصرية الكبيرة التي تبذلها مصر أو تبذلها مصر ل يعني تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني جراء الحرب المستمرة منذ 180 يوما، بالإضافة أيضا ل يعني تخصيص مجموعة من المستشفيات داخل مصر، أولها طبعا مستشفيات يعني شمال سيناء، مستشفى بئر العدن عبد، مستشفى العريش العام، مستشفى الشيخ زويد لاستقبال يعني الجرحى والمصابين. يعني على مدار اليوم تزايدت أعداد المصابين الذين استقبلتهم هذه المستشفيات عن 15 مصاب وجريح يعني يخضعون. وأنت تتحدث أيمن أيضا الصورة تتحدث أيضا من ورائك أو المشاهد التي تعرض على شاشة القاهرة الإخبارية لحجم المساعدات، وكما أنت ذكرت أن 87% من المساعدات التي دخلت من معبر رفح قدمتها مصر، قدمتها الدولة والمجتمع المدني المصري، كما عادت مصر دائما تتحمل العبء الأكبر وهي الدعم الأكبر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات. أنا يعني أردت فقط أن أبرز
تفاصيل خاصة بهذه المشاهد على شاشة القاهرة الإخبارية لحجم التنظيم أيضا وحجم المساعدات والأرقام والصورة تتحدث. استكمل أيمن. نعم مارينا، ربما كنا يعني في إصالة الوصول ده، يعني أجرينا بعض اللقاءات مع الفلسطينيين الذين يعني يتم إنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية ما بين مرافقين ومصابين. الجميع يشيد بالدور المصري في هذا الصدد باستقبال واحتضان الفلسطينيين الذين يعني يعانون من جراء هذه الحرب المتتالية. كان هناك إشادة كبيرة بالدور المصري سواء بالتحركات الدبلوماسية والتنديد في المحافل الدولية بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي أو بما تقوم به مصر من تقديم مساعدات إنسانية وتسهيل إيصال هذه المساعدات برغم العراقيل الكبيرة التي تفرضها إسرائيل لإيصال هذه المساعدات، بالإضافة أيضا لاحتضان المصابين والجرحى لعلاجهم داخل المستشفيات المصرية. وكما شاهدنا على مدار الأيام السابقة والأشهر السابقة يعني العديد من الجرحى والمصابين، ربما مصر تمكنت من يعني استقبال ما يزيد عن 3700 مصاب يتم علاجهم، وأيضا بالإضافة أيضا لما يزيد عن 6700 مرافق يتم تقديم كافة الخدمات والمساعدات وأيضا تقديم كافة الرعاية لهم هنا في مدينة العريش. وتم تخصيص لهم يعني ثلاث مباني كبيرة، عمارات سميت بعمارات السبيل، يتم احتضانهم بها وتقديم واستضافتهم من قبل الدولة المصرية التي تقدم لهم جميع الرعاية وتقديم والتلبية. والمتابعة بالطبع ستكون مستمرة معك أيمن عباد من معبر رفح، مراسل القاهرة الإخبارية، وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالطبع التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز. وبالطبع مشاهدينا كنا يعني نود أن نرصد آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بتقديم المساعدات من خلال مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح. والآن نبدأ موضوع آخر، موضوع حلقة اليوم في مطروح للنقاش. يبدو أن العام الثالث من الحرب الروسية الأوكرانية يحمل تحولات غير مسبوقة لم يشهدها الصراع منذ بداياته، خاصة وأن المعارك ما زالت قائمة ولم تحسم لأحد الطرفين، وفي الوقت الذي تسارع في روسيا لتحقيق مكاسب ميدانية في شرق أوكرانيا، إذ أعلنت سيطرتها على 400 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية. تعلن أوكرانيا خفض سن التجنيد في صفوف قواتها من أجل تعويض الخسائر البشرية التي تكبدتها على مدار العامين الماضيين، لا سيما وأن الهجوم المضاد في باخموت تسبب في استنزاف الجيش الأوكراني دون تحقيق أي نتائج متوقعة. في ضوء انشغال الولايات المتحدة أيضا وأوروبا بملفات أخرى شائكة في منطقة الشرق الأوسط وتراجع الدعم العسكري والسياسي المتوقع من الغرب لكييف مقارنة بالأشهر الماضية، إذن يبقى السؤال، هل بدأت أوكرانيا في مواجهة السيناريو الأصعب في الحرب مع روسيا؟ هذا هو سؤال وموضوع مطروح للنقاش. Ukraine's future is in NATO. Counting on us. Защитим и наш народ. Слава Украине! إذن مشاهدينا، تواجه أوكرانيا مأزقا كبيرا لنقص الذخيرة وتراجع الدعم الغربي إضافة إلى خسائر فادحة في صفوفها، فكيف تبدو سيناريوهات المعارك الفترة المقبلة؟ تحديات متلاحقة تواجهها أوكرانيا خلال حربها مع روسيا في ظل تراجع وتيرة الدعم الغربي لكييف من الأسلحة والذخائر. آخر هذه التحديات إعلان الرئيس الأوكراني زيلينسكي اللجوء لخفض سن التجنيد في الجيش، الأمر الذي يكشف عن صعوبات حقيقية تواجهها كييف. وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن أوكرانيا تواجه لحظات صعبة على حد وصفه، الأمر الذي يمكن اعتباره مؤشراً لمدى المعاناة التي تقع فيها كييف خلال الوقت الراهن.
ومدى تعلق الأمر بالموقف الميداني للقوات المسلحة الأوكرانية في المعركة مع روسيا. متغيرات كثيرة تشهدها الحرب الروسية الأوكرانية خلال الوقت الراهن، في ظل الحديث عن مدى انعكاس نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إقامتها نهاية العام الجاري، ووسط متغيرات سياسية واقتصادية متعددة، فهل تشهد الفترة المقبلة فصلاً جديداً في مسار الحرب بين موسكو وكييف؟ لنتعمق في النقاش حول تحديداً الحرب الروسية الأوكرانية، ومعنا من القاهرة السيد بشير عبد الفتاح الكاتب الصحفي والباحث بمركز الأهرام للدراسات، أهلا بك. وأيضاً من كييف إيفيان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية. كما معنا أيضاً من برلين دكتور خليل عزيمة، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية. وأخيراً معنا من موسكو سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ من القاهرة. سيد بشير، بداية اتخذت الحكومة الأوكرانية قراراً بخفض سن التجنيد العسكري من 27 إلى 25 عاما، كمحاولة كما وصفها بعض المحللين لتجديد صفوف القوات بعد عامين من الحرب. ما المغزى من لجوء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لخفض سن التجنيد في هذا التوقيت تحديدا؟ تحية لك مارينا ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، وتحية للضيوف الكرام المشاركين معنا في هذه الحلقة. تعاني أوكرانيا تحديات ثلاث أساسية، أولها نقص الذخيرة، ثانيها نقص في تعداد القوات التي يمكن الاعتماد عليها في العمليات العسكرية، ثالثا غياب خطوط دفاعية محصنة وقوية يمكن أن تصد الهجمات الروسية المنسقة. وحينما يلجأ الرئيس الأوكراني إلى تخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، هو بذلك يريد توسيع دائرة التجنيد والتعبئة داخل صفوف الشعب الأوكراني، أملا في الحصول على 500,000 مقاتل محترف ومدرب ويتمتعون باللياقة البدنية، خاصة وأنه في العام الثالث للحرب الروسية الأوكرانية هناك نقص في تعداد القوات المؤهلة والمدربة. كان بعد مقتل ما يقارب 150,000 أوكراني من الجنود وفقا للروايات الروسية، ومن ثم يلجأ الرئيس الأوكراني إلى تعويض هذا النقص في عدد المدربين، لأنه كان يعتمد قبل ذلك على أن يأتي بالمتقاعدين وغير المدربين وكبار السن ممن يفتقدون للياقة البدنية والجهوزية لخوض القتال بشكل احترافي. الآن هو يريد أن يخفض سن التجنيد حتى يحصل على أكبر عدد ممكن من المقاتلين، أو ربما لتراجع الدعم الغربي. نعم، تراجع الدعم الغربي يتصل بالشق الثاني أو بالنقص الثاني، وهو المتعلق بالأسلحة والذخيرة والعتاد. حدث تراجع في الدعم الغربي لسببين: السبب الأول الانقسامات ما بين الأوروبيين والأمريكيين في هذا الصدد، حيث يصر الأمريكيون على مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا رغم الظروف والتطورات المختلفة، بينما يرى الأوروبيون أن هناك أعباء لوجستية ومالية وعسكرية هائلة على الدول الأوروبية تحول دون مواصلة ذلك الدعم، خاصة وأن أوكرانيا لم تبلي بلاء حسنا ولم تفلح في هجومها المضاد. الأمر الثاني انقسامات داخل الإدارة الأمريكية نفسها، نجد أن الجمهوريين مترددون في مواصلة ذلك الدعم العسكري لأوكرانيا، حتى أن الجمهوريين عطلوا دعما بقيمة 60 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ومن ثم حدث تراجع وانكماش. وحضرتك تتحدث لدينا عجل الآن الأمين العام للناتو يقول أن الحلف لن يكون طرفا في الصراع بأوكرانيا، أيضا بالتزامن مع الخطوة الأوكرانية التي نناقش تبعتها وانعكاساتها. برأيك هل يمكن الربط أيضا بين هذه التصريحات التي أتتنا الآن على شاشة القاهرة وبالعنوان الرئيسي لحلقة اليوم؟ بالفعل مارينا، لأن الرئيس الأوكراني كان لديه بعض التعويل على حلف شمال الأطلسي، رغم أن أوكرانيا لم تنضم إلى الحلف حتى الآن، إلا أنه كان يعول على دعم أطلسي بطريقة أو بأخرى،
لا سيما بعدما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون بإمكانية إرسال قوات فرنسية أو أطلسية إلى أوكرانيا لمحاربة الروس، ثم عاد حلف شمال الأطلسي ونفى هذا الأمر، وكذلك دول أوروبية أخرى. حينما يعلن حلف شمال الأطلسي هذا الإعلان، هذا يؤشر إلى أن هناك غياب للإجماع والتوافق الغربي على مواصلة الدعم لأوكرانيا في ظل عجز القوات الأوكرانية عن تحقيق اختراقات يمكن التعويل عليها في المواجهة العسكرية مع روسيا، وهذا يضعف الموقف العسكري كثيرا بالنسبة للجيش الأوكراني في وقت تتحضر فيه روسيا إلى هجوم شامل منسق. هذه نقطة أهمة إلى كييف سيد إبيان. بالطبع استمعت إلى ضيفي من القاهرة. وبتزامن مع توقيع قانون خفض سن التجنيد العسكري الذي نتحدث عنه الآن، وقع رئيس الأوكراني أيضا قوانين تتعلق بالتعبئة. إذا ما طبيعة هذه القوانين؟ هل أوكرانيا الآن تواجه مشكلات في تعبئة عدد كافي من الجنود في الحرب الروسية؟ وهل هذا يعني تراجع عسكري وإخفاق أوكراني في الحرب؟ مساء الخير من كييف، ماي جريتينغز. تحياتي إلى استوديو القاهرة الإخبارية والسادة الضيوف وجميع المشاهدين. في البداية فيما يتعلق بالأرقام، زيلينسكي رئيس أوكرانيا منذ شهر مضى ذكر أن أوكرانيا خسرت في هذه الحرب حوالي 31,000 من الجنود. أنا أتفهم أن هذا أيضا أمور محتملة، أن هناك تباين في الأرقام، ولكن لن تصل إلى 150,000. نعم، فيما يتعلق بالجنود، قالت أوكرانيا على الدوام نحن في حاجة إلى مزيد من الجنود، ونحن في حاجة إلى مزيد من المعدات لهؤلاء الجنود. بغض النظر عن ذلك، هناك خطوة من جانب الرئيس الأوكراني وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوكرانية مثل البرلمان ومجلس الوزراء ومن جانب الرئاسة، يرون أن هناك حاجة إلى إصدار قرار بشأن حد أو تخفيض سن التجنيد من أجل الحصول على المزيد من الجنود. وأيضا سوف نرى في كييف وفقا للقوانين، سوف نرى أنه لن يتم تبني هذا القانون حتى الآن. هناك كثير من المسائل المعلقة، ولكن هذا القرار إذا ما تم اتخاذ خطوة بشأنه فإن التشريع القادم سوف يأخذ مجرى. ولكن هذا لا يعني أن أوكرانيا قد خسرت هذه الحرب. نحن نقوم بالإعداد الجيد بكل الطرق الممكنة من خلال التعبئة وغيرها من الأمور، وهذا نظريا يمكن أن يبدأ هذا الشهر أو في شهر نوفمبر. وكيف يرى الغرب هذه الخطوة؟ أو ربما هي أيضا تحمل العديد من الرسائل للغرب. إن الرسالة إلى الغرب تعني أننا مستعدين إلى مزيد من الحرب، ولكن نحن في حاجة إلى مزيد من المعدات. بعض الشركاء والدول الرفيقة تقول يمكن أن نعطيكم أسلحة، ولكنكم لا يجب أن تظهروا أنكم على استعداد للقتال. فبالتالي نحن نظهر لشركائنا وللولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى أننا على استعداد. ولماذا الآن؟ يعني التوقيت بالطبع له دلالة أيضا. ذلك بسبب في البداية أن هناك مخاوف أن روسيا يمكن أن تبدأ هجمتها. ثانيا، لقد رأينا على مدار الأشهر القليلة الماضية خلال الشتاء أن أوكرانيا لم تتلقى الدعم اللازم من الشركاء، وفي حقيقة الأمر هذا أمر في غاية الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تغيير في الموقف الجيوسياسي. لقد رأينا الرئيس ماكرون وتصريحاته، ونحن نتفهم تماما أنه لن يكون هناك جنود أجانب من أي دولة إلى أوكرانيا دون من بدون إظهار استعداد تام أوكراني لهذا القتال. ولهذا في الوقت الراهن وفي هذا الوقت على وجه الخصوص ظهرت هذه المسائل، وكما ذكرت نحن في حاجة إلى مزيد من الجنود، ولابد من الاستعداد الجيد واستعداد قواتنا المسلحة لهذا الأمر. وهذا إشارة لشركائنا أن سوف يكون لدينا مزيد من الجنود، فاعطونا السلاح والمدد.
أنا سأعود إلى نقطة الموقف الفرنسي، ولكن دعني أذهب إلى برلين. دكتور خليل، هل يرتبط قرار أوكرانيا بخفض سن التجنيد بتراجع وتيرة الدعم الغربي الذي تحصل عليه كييف من الأسلحة والذخائر، كما استمعت إلى ضيفي من كييف، أم يتعلق الأمر بتدهور الموقف الميداني لقوات الجانب الأوكراني على جبهة القتال؟ تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام والضيوف الأكارم. دعينا أولا ننوه أن خلال العام 2023 وبداية العام 2024، في هذه الفترة الطويلة لم يكن هناك تغيير استراتيجي كبير في على خطوط الجبهة، والتقدم الذي أحرزته موسكو خلال بعد رأس السنة ب 400 كيلومتر، هذا أيضا هناك بالمقابل أيضا تقدم أوكراني بالسيطرة على أو بالحد ومن حرية الأسطول الروسي في البحر الأسود، بالإضافة إلى تغيير التكتيكات باستخدام الطائرات المسيرة. رأينا قبل يومين أو بالأمس على مدى 1200 كيلومتر في قصف مصفات للنفط في بشكيريا أو تترستان. لذلك لا نستطيع أن نقول أن هناك تغير كبير في الجبهة، وأنا أعتقد وكتبت هذا في بحث بمناسبة مرور عامين على الحرب، أن الآن ستتصف الخطوط الجبهة بحالة جمود وركود، هنا تقدم هنا وتراجع هنا، التقدمات والتراجعات لن تكون كبيرة، ستكون فقط في بضع كيلومترات، لذلك الوضع سيكون صعب على الجبهة للطرفين، لروسيا وصعب ولأوكرانيا. روسيا أيضا هناك نقص في المعدات، ورأينا كيف تتزود بالأسلحة من كوريا الشمالية ومن الطائرات المسيرة من إيران، إذن هناك نقص في الأسلحة، هناك نقص في النخبة من الجيش الروسي الذي كان مدربا بشكل جيد، هناك قتلى عدد كبير جدا من القتلى ببخمت وغيرها، والآن تعتمد روسيا على جيش غير مدرب، لذلك الوضع صعب في الجبهة. ولكن الموضوع بالنسبة لأوكرانيا، الموضوع يتعلق بخفض أو تأخر، دعينا نقول تأخر الدعم العسكري للجيش الأوكراني. سواء لماذا من هذا التأخر في هذا التوقيت؟ هنا يرتبط بعدة عوامل. دعينا نقول أولا، كما راهنت روسيا على أن أوروبا ستتجمد من البرد وعلى سلاح الطاقة وفشل هذا الرهان، روسيا راهنت أيضا وتراهن على موضوع أن الآن في أوروبا هناك انتخابات، أو بدأت طبعا من العام الماضي أو منتصف العام الماضي انتخابات محلية، وهناك فرصة لظهور الأحزاب الشعبوية، بالإضافة إلى ذلك هناك الانتخابات الأمريكية، والجميع يعلم أن في عام الانتخابات الأمريكية السياسة الأمريكية تتجمد بشكل خارجي، طبعا تتجمد بشكل كامل، وللعلم ليس هناك رفض أمريكي بصرف الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن هناك خلاف على ربطه بموضوع الحدود الجنوبية مع المكسيك في الولايات المتحدة. لذلك هنا يمكن أن يكون في المستقبل القريب تفاهمات معينة في الداخل الأمريكي وتحل هذه المشكلة. أما في الموضوع الأوروبي، تأخر الدعم نتيجة كما قلنا الانتخابات المحلية وبعض العراقيل، لكن أوروبا بكل التصريحات من جميع الدول الأوروبية تؤكد على التزامها الكامل والمستمر في دعم أوكرانيا، وخاصة هنا نعود قليلا إلى لكن الأيام، تغيرت الشروط بعض الشيء وطبيعة هذا الدعم وتوقيته. أنا سأعود إلى هذه النقطة الهامة، ولكن أذهب إلى موسكو. سيد سيرجي، بالطبع استمعت إلى ضيوفي والرؤى المختلفة لما تم طرحه حتى الآن، ولكن أبدأ معك بإعلان روسيا السيطرة على 400 كيلومتر مربع من أوكرانيا منذ مطلع العام. ما أسباب تقدم روسيا العسكري في الفترة الأخيرة، وكيف ترون أيضاً الخطوات من قبل أوكرانيا العسكرية فيما يتعلق بسن التجنيد وغيره؟ روسيا
حسنا، في البداية روسيا ترغب في إيقاف الحرب وهذا أمر أساسي، وأن يكون هناك صفقة، لأن وزير الخارجية الروسي في تحدثه وتحاوره مع نظيرها الفرنسي منذ عدة أيام ذكر أن روسيا تقترح أن يكون هناك صفقة من أجل إحلال السلام في وفقا لإعلان إسطنبول الذي تم بتناوله من خلال ممثلي الدول في إسطنبول، وأيضا بناء على قرارات 2022. ولكن في نفس الوقت روسيا عليها أن تستمر في القتال، لأن الهدف الرئيسي لروسيا لم يتم تحقيقه حتى الآن، ليس احتلال الأرض بالطبع، لأن روسيا لا تحتاج إلى مزيد من الأراضي، لديها الكثير من الأراضي وهي أكبر دولة في العالم. روسيا ترى أن هناك تهديدات من الدول المعادية لروسيا التي تترأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ومن خلال أوكرانيا، هذه هي الأهداف الأساسية وهي ردع الدول المعادية لروسيا. لقد بدأ ذلك النزاع منذ مئات السنين بالطبع، والآن الولايات المتحدة من وجهة نظر روسيا هناك احتلال سياسي لأوكرانيا، وتستخدم الجيش الأوكراني كجيش بالوكالة للحرب ضد روسيا. فبالتالي روسيا هي من تقرر، ولكنها ترغب في وقف وردع الدول المعادية لروسيا، ولهذا روسيا لابد أن تستمر في هذا الأمر. روسيا تستمر في هجمتها وأيضا حربها حتى أن تحقق أهدافها وتردع الولايات المتحدة، وأن تكون هناك استعداد لعقد صفقة سلام وفقا للشروط الروسية، وكذلك في مقامها الأول وقف العداء ضد روسيا، وأيضا اللي نزع السلاح ونزع الأشكال، وأيضا أي تواجد عسكري أو استغلال عسكري لأوكرانيا ضد روسيا. طب دعني أفهم نقطة مهمة سيد سيرجي، يعني الحرب الروسية الأوكرانية الآن في مرحلة لم يحسم لأي طرف الآن حسم الحرب، أو يعني بشكل معلن لم يحسم أي طرف المعارك حتى الآن، هل برأيك هناك رأي آخر يتعلق بتقدم عسكري لروسيا، وخصوصا في ظل تصريحات مناهضة للتقدم الروسي العسكري؟ أعتقد من وجهة نظري أن روسيا سوف لن يكون لديها حليف على حد معين، ولكن روسيا مستعدة للسيطرة على هذه الأراضي، الشعب الكائن في تلك الأراضي روس، فبالتالي لديهم الحق في السيطرة على هذه الأراضي. هناك 15 من المواطنين من الأصول الروسية، وأعتقد 30% من أصول سلافية موجودة على تلك الأراضي، فبالتالي روسيا أرادت أن تحقق هذا الهدف العسكري، فبالتالي 70% من الأراضي الأوكرانية من الأراضي المحتملة مستقبلا أن تكون من الأراضي الروسية بسبب أن الشعب الروسي يعيش في تلك المناطق. ولكن في النهاية لدينا أهداف محددة، ونرى هناك مقترح من جانب عدد من الدول بعد السيطرة الروسية على هذه الأراضي وخاصة على أحد المدن أو أكبر مدينتين في أوكرانيا، أوديسا وخاركيف وزابوريجيا ونيكولايف وخيرسون، هذه هي الأراضي الأساسية الستة التي ترغب روسيا في السيطرة عليها بشكل تام. يبقى السؤال كيف تبدو سيناريوهات المعركة الفترة المقبلة، ولكن نجيب على هذا السؤال ونستكمل النقاش، ولكن ضيوفي الكرام وأيضا مشاهدينا بعد فاصل قصير، ابقوا معنا في مطروح للنقاش.
من جديد اهلا بحضراتكم مشاهدينا وعيد الترحيب بضيوفي الكرام، بدايه من القاهره السيد بشير عبد الفتاح الكاتب الصحفي والباحث بمركز الاهرام للدراسات، ومن كييف السيد إيفيان يواس مستشار مركز السياسه الخارجيه بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجيه، ومن برلين دكتور خليل عزيمه الباحث والاكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدوليه، ومن موسكو سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي. وعود مره اخرى الى القاهره سيد بشير، اذا اعلنت روسيا في بدايه العام السيطره على مدينة أفدييفكا، وهو الانتصار الذي يعد الأكبر منذ سيطرتها على باخموت في العام الماضي. كيف تقيم الأوضاع الآن؟ كيف تتعامل أوكرانيا مع هذه الخسائر المتتالية لأراضيها في ظل أيضا توقيت حرج يتراجع نوعا ما الدعم الغربي؟ نحن بصدد صراع يصنف على أنه تيريتوريال، أي صراع على الأرض بالأساس. من المفترض أن روسيا تعتبر كل الأراضي التي احتلتها من أوكرانيا والتي تناهز 20% من أراضي أوكرانيا هي أراضي روسية، لأن غالبية سكانها من الروس، كما أن روسيا تذهب إلى أن أوكرانيا نفسها لم تكن موجودة على الخارطة كدولة مستقلة متعارف عليها قبل العام 1922، ومن ثم تعتبر أن القرم وباقي الأجزاء التي تم ضمها من أوكرانيا إلى روسيا هي أراضي روسية، حتى أنه إذا جرت مفاوضات سلام لابد أن تضع ذلك في الحسبان وأن يتم إقرار هذه الأراضي كجزء من الأراضي الروسية شريطة أن تقبل روسيا بالسلام. في المقابل الجانب الأوكراني لا يقبل بذلك. جاءت نصائح من بعض الأوساط الغربية، على سبيل المثال الداهية السياسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر قبل وفاته طالب الجانب الأوكراني بإبداء مرونة وأن يتنازل عن بعض الأراضي لتحقيق السلام والحيلولة دون نشوب حرب عالمية ثالثة، لأن تورط الناتو أو الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب في ظل وجود أسلحة الدمار الشامل قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة تتدحرج إلى مواجهة نووية مدمرة للكوكب. لكن الجانب الأوكراني حتى اللحظة يرفض التنازل عن أي أراضي، غير أن تدهور الوضع العسكري الميداني على الأرض بالنسبة للجيش الأوكراني وتأخر وصول المساعدات العسكرية الغربية فضلا عن طول أمد العمليات. نحن نتحدث عن السنة الثالثة. وهل ستواجه أوكرانيا مزيدا من الإطالة أو الوقت لاستقبال مساعدات غربية؟ يعني هل هذا التراجع حتى وإن كان نسبي من الغرب لأوكرانيا هل سيستمر لمدة طويلة؟ بالطبع سيكون له انعكاس على مسار الحرب. الزمن ليس في مصلحة الجميع لا سيما الجانب الأوكراني والغربي. صحيح أن روسيا تئن من وطأة العقوبات الاقتصادية التي لم يشهد التاريخ مثلها بالنسبة لأي دولة في العالم، لكنها تستطيع أن تتعايش وتتأقلم رغم الكلفة الباهظة. حتى مسألة نقص الأسلحة والذخيرة والقوات استطاع الرئيس بوتين أن يتعامل معها من خلال نظام تجنيد وتعبئة لحشد المزيد من المقاتلين الروس، علاوة على استجلاب الصواريخ والذخيرة من دول أخرى صديقة وكذلك المسيرات. ومن ثم تبدو الكلفة باهظة بالنسبة للجانب الأوكراني الذي يعتمد على الآخرين، يعتمد على الآخرين في السلاح والذخيرة والعتاد والتمويل وربما التخطيط أيضا. ومن ثم السؤال، هل يقبل الأوروبيون ومن ورائهم الأمريكيون الاستمرار في تقديم دعم عسكري ومالي ولوجستي واستخباراتي لمدى زمني غير معروف رغم وطأة الضغوط الاقتصادية؟ لهذا السؤال أذهب إلى كييف. إذن سيد إيفيان يطرح الآن ضيفي من القاهرة سؤال، هل متوقع أن يقبل الجانب الغربي الاستمرار في دعم أوكرانيا إذا طال أمد الحرب أكثر من ذلك، وخصوصا مع بوادر لتراجع هذا الدعم حتى وإن كان بعض الشيء أو ببعض المؤشرات؟ لقد حصل هذا التأخر في الدعم وأيضا حدث نقص في الدعم، ولكن هذا لا يعني أن الغرب توقف تماما عن دعم أوكرانيا. إذا ما تحدثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن
نحن لدينا كثير من التوقعات، ووفقا لجونسون سوف يصوتون بشأن حزمة دعم مقدمة لأوكرانيا في 9 أبريل، فقط خلال 5 أيام. هذا هو البيان الصادر من الولايات المتحدة، وهذا دلالة أنه لن يتوقف هذا الدعم. ربما يكون هناك بعض العقبات، ولكن في نهاية المطاف سوف يتم تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا. ولقد رأينا بعض التغيرات في وجهات النظر المختلفة، ولكن في البداية أوروبا من خلال هذه الحرب في بدايتها، وأيضا الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، رأوا كيف أن أوكرانيا من خلال هذا الحدث أصبح هناك مصالح مشتركة مع الجانب الأوروبي، فبالتالي كان هناك إسراع في تقديم الدعم من أوروبا وأيضا من فرنسا. ورأينا تصريح ماكرون، لابد أن نتحدث بكل صراحة، هذه التصريحات ظهرت بعد عدد من الخسارات الفرنسية في إفريقيا، وروسيا أيضا كان لها نصرا في إفريقيا على فرنسا، والآن فرنسا بالطبع ترغب في أن تكون نشطة في هذا القطاع وفي هذا المجال، وصرحت بهذه التصريحات. ولكن هذا لا يعني أن أوكرانيا تتلقى أو سوف تتلقى أي جنود فرنسيين على أراضيها، ولكن هذه البيانات والتصريحات تدل على استمرار الدعم والتأكيد على دعم الموقف الأوكراني في مواجهة روسيا. ولكن لن نقبل بوجود أي أطراف أجنبية على الأراضي الأوكرانية أو أي جنود، فبالتالي نرى أن هناك ما ندعوه التفكير العقلاني، وأيضا هذا الإعداد الجيد لنشر الإمدادات ربما في شهر أكتوبر. هناك بعض التقارير الشيقة فيما يتعلق بالحرب الروسية وألمانيا في السابق، هي ليست نفس النظرية، ولكن ربما هناك بعض الأجزاء من التاريخ التي تعيد نفسها. ولهذا السبب بالطبع في أوروبا هم متحمسين في دعم أوكرانيا، لا ترغب في إنهاء هذا الصراع بخسارة أوكرانيا. هذا أيضا خلال هذه الأعوام لقد بدأوا في الإعداد الجيد لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، لأن وفقا لهذا التقرير فإن هذه الحرب في حالة خسارة أوكرانيا سوف يعاني الطرف الأوروبي، ولهذا هناك حاجة ماسة لأوروبا لاستمرار الدعم لأوكرانيا، لأنه يأتي ذلك في مصلحة أوكرانيا أيضا لإظهار مدى التزام حلفائها لها. فبالتالي هناك كثير من الفاعلين في هذه الحرب، وربما هناك مساعدة مقدمة من عدد من الدول الأخرى التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا في نهاية المطاف على الانتصار من خلال هذه الحزم الأوروبية أو غيرها. ولكن طرحت العديد من النقاط الهامة، وأنا سأعود إلى العديد منها لمزيد من النقاش والشرح. ولكن على ذكر التصريحات، أيضا هناك تصريح هام أذهب به إلى دكتور خليل. دكتور خليل، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن أوكرانيا تواجه لحظات صعبة وبحاجة لدعم الغرب. كيف نقرأ أيضا هذه التصريحات من وزير خارجية أكبر دولة داعمة لأوكرانيا؟ طبعا هذه التصريحات في مكانها، وخاصة أن هناك تحرك الآن أوروبي ومن خلال اجتماع الناتو بعدم الاعتماد بشكل كلي على المساعدات الأمريكية. الدول الأوروبية تقريبا هي تقدم نصف هذه المعونات العسكرية. أيضا هذه التصريحات تدخل في من باب الضغط على الكونغرس لتمرير والإسراع، خاصة في 9 أبريل سيكون هناك اجتماع لتمرير بإرسال الحزمة من المساعدات إلى أوكرانيا. هذا كله من الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها من أجل الحفاظ على استمرارية الدعم الغربي ولأوكرانيا. وظهر هذا واضح جليا من خلال مثلا الاتفاقيات الأمنية التي وقعتها أوكرانيا بشكل منفرد مع الدول الأوروبية. هذا أيضا سيعطي التخلص من أن تكون المساعدات الأوروبية من ضمن موافقة الجميع، ويمكن أن بالتالي بهذه الاتفاقيات الأمنية ستكون كل هذه الدول التي وقعت اتفاقيات مع أوكرانيا مستعدة للمساهمة في الدعم العسكري بالمعدات، طبعا بالدعم بالمعدات والذخائر بشكل منفرد وليس مرتبطة بالاتحاد الأوروبي أو بالناتو.
دعينا أيضا ننوه أنه في حديثي السابق قبل قليل كنا نتحدث عن الأسباب في تأخر الدعم العسكري لأوكرانيا. طبعا لم أكمل، بقي سبب واحد أيضا من تأخر وتأثر الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو حرب الإبادة في غزة، التوترات في البحر الأحمر، وهذه كل الأحداث كانت تصب وما زالت تصب في صالح روسيا من خلال انشغال الغرب في الأحداث في غزة، من خلال انشغال الغرب والولايات المتحدة في سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأيضا لا ننسى أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة أول يوم الاثنين على القنصلية الإيرانية في دمشق، أيضا هذه من الذي يمكن أن تزيد التوتر في الشرق الأوسط بشكل كبير، وهذا أيضا يصب في مصلحة روسيا. لذلك هذا التأخر هو ناتج عن هذه التحولات التي تحصل في الشرق الأوسط. في حال الوصول بأسرع ما يمكن إلى اتفاق هدنة وتهدئة في الشرق الأوسط، ستعود أتوقع أن ستعود أن سيعود الدعم العسكري بوتيرته السابقة. هذا إلى موسكو. سيد سيرجي، ليس لدي الكثير من الوقت ولكن العديد من النقاط أود أن يعني أطرحها على حضرتك. بداية، يرى المراقبون كما هو أمامي الآن في العديد من التقارير أن روسيا تسعى لتحقيق انتصار عسكري حتى يكون الموقف الروسي أقوى في حين المفاوضات، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ وأيضا كيف ترى الموقف الفرنسي الآن فيما يتعلق بانعكاساته على مسار الحرب؟ كما ذكرت من قبل، روسيا بالفعل مستعدة لانعقاد المناقشات فورا، ولكن روسيا عليها أن تستمر في العملية العسكرية حتى أن تحقق أهداف روسيا الأساسية، ومن أجل أن يكون لديها عدم وأن يكون لديها القدرة على إزالة أي تهديد وجودي بالنسبة لها. روسيا سوف تتخذ كافة التحديات والتهديدات على محمل الجد وسوف تتعامل معها بكل قوة، وروسيا تعلم تماما أن هناك ما يدعى بالروسافوبيك أو الخوف من روسيا، وهو ما يدعمه الغرب وأوروبا، ولكن لن نسمح بوجود أي قوات عسكرية لحلف الناتو أو قواعد عسكرية لحلف الناتو على الأراضي الأوكرانية في نهاية المطاف، فبالتالي روسيا سوف تستمر في هذه العملية العسكرية. كيف تبعت تصريحات الأمين العام للناتو الأخيرة التي ظهرت وتطرقنا إليها منذ قليل؟ هذه التصريحات من جانب حلف الناتو بشكل عام تعني أن هناك نقصا أو تقنين أو تشريع لتورط الناتو في هذه الحرب. نحن على دراية تامة وبكل تأكيد أن الناتو كمنظمة عسكرية تحارب على الأراضي الأوكرانية ضد روسيا، وهو ضد التشريعات والقوانين الخاصة بها، وهناك الآلاف الذين يقاتلون حتى خاصة في منطقة خاركيف وفي هذه الاتجاهات، هناك الكثير من المتغيرات بالطبع التي تناقض التصريحات الرسمية من هذه المجموعة، ولكن بالطبع هناك عمليات عسكرية من جانبهم، وأيضا هناك كثير من القوات الروسية والبريطانية التي تقدم دعما بشكل من الأشكال، وكذلك القوات الأمريكية. والآن نرى أن حلف الناتو وتصريحات أمينها العام الأخيرة تعني مزيدا من الانخراط والتورط ومزيدا من الخطوات في هذه الحرب. وكما ذكرت، كل جنود الناتو سوف يقتلون على الأراضي الأوكرانية في حالة أي تهديد وجودي لروسيا، فبالتالي ونعلم تماما أن أوكرانيا هي جزء لا يتجزأ من روسيا. طيب قبل أن أعود إلى القاهرة، سيد إبيان، هل لك أن تعقب على أيضا أي من ما تطرق إليه سيد سيرجي؟ ويبقى السؤال، هل تواجه الآن أوكرانيا أصعب مرحلة في مواجهة عسكرية مع روسيا؟ في البداية أود أن أذكر
أنني أعني تماما ما أقوله. أن السيد سيرجي ماركوف منذ 3 أيام على حساب تليجرامه ذكر بعض التصريحات، ولكن لا أصدق ما ذكره فيما يتعلق بالحرب. لا أعتقد أنه يمكن الآن نقول إذا ما روسيا انتصرت أو أوكرانيا، لا يمكن تقرير هذا الأمر. لا يوجد أي جنود لحلف الناتو على أوكرانيا. نحن على دراية أن هناك بعض الجنود البولنديين ولكن ليسوا بالأجانب، ولا بد من وضع الأمور في نصابها الصحيح عندما نفكر في هذا الأمر. ولكن لا يوجد أي جيش بولندي، ولكن فقط أفراد بولنديين بالأراضي الأوكرانية وليس جنود رسميين. هناك الكثير من الأفراد المسلحين، ونحن في حاجة لمزيد من المعدات والأسلحة لاستخدامها في هذه الحرب. نحن نتفهم أن أوكرانيا وما تسلمته من أسلحة ليس كافيا، هو دعم فقط من الدول الغرب وحلف الناتو. ولكن أشارت صحف أمريكية إلى أن الأوكرانيين فقدوا الثقة في زيلينسكي وقدرته على إدارة الحرب أصلا. كيف تؤثر هذه النظرة على استعداد الأوكرانيين للانضمام للجيش في هذه الخطوة الجديدة من قبل أوكرانيا، وأيضا أن يطرح هذا الطرح في صحف أمريكية بالطبع له دلالة؟ في الصحف الأمريكية بالطبع هناك الكثير من المسائل التي يتم تناولها في مدى ثقة الشعب الأوكراني في زيلينسكي، وألا يجب أن يكون زيلينسكي رئيسا، وهذه الأمور من هذا القبيل. بالنسبة لي هناك بعض التشريعات والقوانين التي أبرمت في أوكرانيا، ونحن نعلم أنه لا يمكن عقد انتخابات حاليا لأن هناك عملية أو حالة عسكرية خاصة في هذا الوقت الراهن، فبالتالي لا يمكن تنظيم انتخابات أو عملية انتخابية بشكل آمن. فبالتالي يمكن اتخاذ عددا من الخطوات السياسية بالطبع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تشرح هذه الخطوة، ونحن ذكرنا لهم وأوضحنا لهم أنه في تاريخ أوكرانيا كان هناك بعض الأحيان عندما كانت هناك مشاركة في بعض الحروب والتي يعيد فيها التاريخ نفسه. بالتالي نحن ليس لدينا رغبة في أن يكون لدينا بيرل هاربور مرة أخرى وهذه الأحداث تتكرر مرة أخرى. نحن نحاول أن نتحدث، لكن للأسف ليس لدي الكثير من الوقت. أنا سأذهب بسؤال سريع إلى ضيفي سواء من القاهرة أو من برلين، وأطلب منكم أن تكون الإجابة في إيجاز في دقيقة واحدة. بداية من سيد بشير، كيف تبدو سيناريوهات المعركة الفترة المقبلة؟ تفضل. مستقبل المواجهات يتوقف على مدى قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة القتال من حيث الجهوزية، العتاد العسكري، التخطيط والصمود على الأرض. ظني أن فرص أوكرانيا تتراجع، بينما قدرة روسيا على التماسك، الخطوط الدفاعية الروسية قوية للغاية، قدرة روسيا على تجديد قدراتها البشرية والعسكرية تتنامى بشكل كبير، الصمود في مواجهة العقوبات الغربية أكبر، ومن ثم قدرة روسيا على الصمود ومواصلة القتال أكبر رغم الكلفة الباهظة، بينما الأمر مختلف بالنسبة لأوكرانيا. لذلك أتصور أنه ستكون هناك مبادرات للتسوية بشكل أو بآخر، شريطة إقناع أوكرانيا بالقبول بإعادة ترسيم الحدود بناء على التغيرات التي جرت على الأرض. أذهب إليك دكتور خليل في إيجاز. أنا أرى أن في هذا العام ستكون هناك كما قلت شبه جمود في على خطوط الجبهة، لن تكون هناك تقدمات كبيرة، تكون تقدمات يمكن أن تكون هناك تقدمات جزئية روسية، ولكن أيضا ستكون هناك أوكرانيا باستخدامها للنظام الجديد في الحرب وهو نظام المسيرات سواء الجوية أو البحرية، أيضا سترد على هذه الهجمات الروسية. المجمل العام سيكون هناك جمود ما لم تتطور الأمور في مناطق أخرى وتتوسع نطاق الحروب في مناطق أخرى، يمكن عندها أن يكون هناك تغيير في الحرب على أوكرانيا،
وفي النهاية سيكون هناك طبعا كأي حرب حصلت في التاريخ تنتهي باتفاقيات سلام، ولكن لا أعتقد أن أوكرانيا من خلال معرفة جيدة في شعبها لن يتنازل الأوكرانيون عن أرضهم وسيكون هناك سلام، ولكن ليس بالشروط الروسية. بشكركم شكرا ضيوفي الكرام، بداية من القاهرة السيد بشير عبد الفتاح الكاتب الصحفي والباحث بمركز الأهرام للدراسات، وأيضا من كييف السيد إيفيان يواس مستشار مركز السياسة الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، ومن برلين دكتور خليل عظيمة الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية، ومن موسكو سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي. شكرا لكم ضيوفي الكرام، كنا مع حضراتكم مشاهدينا، والنقاش اليوم كان حول مسار الحرب الروسية الأوكرانية وسيناريوهات المعارك أمام طرفي الصراع في ضوء قرار أوكراني بخفض سن التجنيد والأحد، حلقة جديدة موضوع جديد. كنت معكم مارينا المصري، وإلى اللقاء.